حضراتكم عارفين ان احنا دايما بنحب انكم تبقوا عارفين كل الاحداث السعيد منها والغير سعيد كمان. لازم نبدأ حلقتنا النهاردة بأول خبر، وهو للأسف الشديد خبر مش حلو ومش لطيف، لأننا لازم نعزي في هذا الخبر أسرة الرئيس الراحل أنور السادات، أسرة الرئيس السادات وأسرة كمان دار الهلال والشعب وكل الشعب المصري طبعا في وفاة الكاتبة الصحفية الكبيرة سكينة السادات. السيدة سكينة السادات رغم ظهورها في بعض المناسبات الوطنية المرتبطة باسم الزعيم الراحل أنور السادات ورغم الأحاديث اللي أجريت معاها، لكن كتير من الناس وخصوصا الأجيال الجديدة ما يعرفوش عنها غير أنها أخت الرئيس السادات، ولكن هي في الحقيقة من أهم الكوادر في تاريخ مؤسسة دار الهلال، وده مش عشان مكانتها الاجتماعية أو لكونها شقيقة الرئيس السادات، لكن هي فعلا صحفية مهمة. أنت عارفة يا دينا أول موضوع عملته كان حوار مع الملكة فريدة طبعا، وكان سابق صحفي ليها وخدت مكافأة 500 جنيه على فكرة ده 500 جنيه وقتها بقى ده كان رقم، يعني لأن كانت لسه منفصلة عن الملك فاروق، فكان حدث كبير إن هي تجري لقاء صحفي. يعني صحيح طبعا، أكتر ما يميز هذه السيدة وعائلة الرئيس السادات بشكل عام إنها كانت ست مكافحة الحقيقة، يعني اشتغلت وكأنها يعني متصلة بكل الأجيال، بكل أجيال المؤسسة اللي هي ابنتها، وهي يعني ده معناه ان هي فعلا كانت دايما صادقة في دوافعها وفي انتماءاتها، وزي كتير من سيدات جيلها تزوجت بدري جدا وانجبت بدري جدا، فوالدتها ساعدتها في تربية اولادها علشان تقدر تشتغل، يعني كانت الحقيقة نموذج حقيقي للسيدة المصرية المكافحة.